العراق مو حائط صيص حتى يتم استهداف أمنه وسيادته كما يحلو للبعض. بهذه العبارات رد رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي على القصف الإيراني لمدينة أربيل، متوعداً بسلسلة إجراءات يتخذها البرلمان منها استضافة قادة الأمن إلى جانب السفير الإيراني لدى بغداد. لدينا استضافات لرئيس جهاز المخابرات والمسؤولين الأمنيين، وكيل وزير الخارجية، وبعدها قد من خلاله يتم استضافة من خلال وزارة الخارجية والأطر الدستورية استضيف الأخ سفير جمهورية إيران في العراق. العراق ليس بلد ضعيف وحائط صيص. أما وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد الذي يعد أول وزير من الإقليم يحضر إلى البرلمان الاتحادي، فقد جدد تفنيد الادعاءات الإيرانية التي ساقتها لتبرير الاعتداء السافر، فيما طالب البرلمان بالدعوة لتحقيق دولي ليس لكشف الحقائق فحسب بقدر ما أنه يمهد الطريق لإدانة إيران. سيادة العراق سيادة واحدة لا يمكن أن تتجزأ، وأي استهداف وأي تجاوز على هذه السيادة هي لكل العراق. طالبنا مجلس النواب العراقي ونطالبهم بفتح تحقيق شامل ومشاركة عراقية عربية دولية أممية. جريمة تدلل على أن إيران لا تعير أي اهتمام للعراق، لا بل أنها تسعى إلى إثارة الفوضى فيه. فالحرس الثوري الذي أقدم على جريمة استخدام الصواريخ البالستية ضد أهداف مدنية جدد تهديداته غير المبررة، متوعدا بتنفيذ اعتداءات أخرى تحت ذريعة عدم تحرك العراق لإزالة ما وصفه بالمقرات الإسرائيلية. رسائل الدم التي ترسلها إيران إلى العراق فسرها الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنها ضغط على التحالف الثلاثي للعدول عن تشكيل حكومة أغلبية وطنية. عدة مسائل هي كانت وراء هذا القصف الآثم الغادر، منها وأهمها التحالف الثلاثي الذاهب نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية. هذه تثير جنونهم، وخاصة عندما غرد السيد مرتضى الصدر قبل أيام وختمها بالفتح الأحمر. هذه كانت مهما تكون الذرائع والمسوغات التي اعتادت إيران على إطلاقها لتبرير جرائمها، يبقى العراق محتفظا بحقه في الدفاع عن النفس وطرق أبواب المحافل الدولية لمنع طهران من تكرار خرق سيادته ومعاملته على أساس أنه حديقة خلفية أو ساحة لتصفية الحسابات على حساب مقدراته ومستقبل أبنائه.